بسم الله. دلوقتي هنشوف ازاي نحصل على بي دي اف او اي حاجه 2 دي. هاجي هنا مشيت براوزر واقول له افتح لي بي دي اف. هو دلوقتي بيدور على الاندو بي سي، فاقول له ادور لي على ادوب بي دي اف. افتح لوحه يكون فيها شغل الكيت اوبن، يعني مش هفتح كتاب واقول له احصل لي الكتاب، يعني هنحصل كتابي، يعني هنشوف في كام صفحه ولا في كام حرف. بعد كده بقول له انا عايز بروجكت سيت اب، واختار الكتالوج اللي انا هشتغل عليه، وبعد كده بختار اليونت، وبعد كده بقول له فينش. طيب انا عايز افتح بقى واحده من دول، فبدوس عليها مرتين، او من الاسهم دول بتنقل بين الحاجات الموجوده في شيت براوزر. طيب ادي اللوحه اهيت. الدي دبليو اف بيبقى موجود في المقاس، انما البي دي اف لا، غالبا لا. ف عشان احصر مظبوط تمام هقول له انا هاجي احسب بول لاين، فبيقول لي ادجاست شيت سكيل، يعني اكيد انت عارف مثلا حاجه قد ايه فهتقيسها وهنكتب الرقم. مثلا هقول له من هنا لهنا اعتبر دي مثلا كم متر، يعني لو قلنا دول مثلا 14 متر مثلا تمام. هو ظبط كل الشغل على المقاس اللي احنا كتبناه دوت تمام. هقول له فينش وابدا بقى اقيس. هقول له من باب اللاين واقيس من هنا لهنا لهنا لهنا، اخلص ادوس رايت كليك، يبدا بقى يحصل لي الحاجه ديت في العنصر اللي انا عامله. ممكن احط ده مثلا في الاول مثلا، يعني مثلا اجي هنا اكون واقف مثلا على البارتيشن واقول له انا عايز احصر البارتيشن دوت، فابدا اقيس مثلا من هنا لهنا لهنا، وبعد كده اروح دايس رايت كليك خلاص هيحصل لي الجزء دوت تمام. ممكن اقول له انا عايز ريكتانجل بول لاين، الجزء ده مثلا انا عايز احصره كله من خلال ان انا اعمل ريكتانجل كده، يروح قايس لي وقايل لي اللينس بتاعه قد ايه. طيب عايز احصر مثلا الاريا في الروف مثلا، اجي هنا في الروف مثلا اهوت، عايز احصر الاريا اقول له اهو الاريا تمام، يا اما احدد النقط يا اما ان انا اعمل ريكتانجل. خلصت دوس رايت كليك تخرج من الامر تمام. هو بيديني الادوات، مثلا لو انا عايز احصر عدد معين فاقول له مثلا عايز احصر عدد، فابدا احط على الكولوم دوت بحيث ابقى عارف انا عندي كام كولوم من النوع دوت تمام. طبعا لو الشغل معمول بواحد برامج البيم بيكون اسهل، بس احنا بنتكلم لو انت عندك لوحه بي دي اف ومطلوب منك تحصرها، لو عايز تمسح حاجه بتدوس ارس وتبدا تمسح بالاستيكه ديت. لو عايز تعمل سيلكت سيلكت مارك اب تبدأ تعمل سيلكت، هيعمل سيلكت على الحاجات بس اللي بتعملها، ومن خلال ديليت تلغي الحاجة اللي انت مش عايزها تمام. او ممكن تعمل فلتر مارك اب وتقول له مثلا عايز اعمل سيلكت لحاجات معينة وحاجات لا، تلغي حاجة معينة.